هنا بيقول لي مصطفى كامباني بروديوس اونلي تو برودكتس اي اند بي. اول ما تلاقي تو اور ثري برودكتس تزعق بعلو صوتك وتقول اوه، هنا كل الرولز بتاعتك بنزود قبليها او الاوفر اول، اوعى تنسى. طب يلا بيقول لي التوتال سيلز، سيلز ايه سيلز دي برضو، sales of the two products for the period just ended is 500,000. حلو. The sales mix of the two products is A60B40. الله كتر ألف خيرك، ده دي أول داتا أنا بجهزها في لما بيبقى شغال على السيلز ميكس. حلو، يبقى عندي السيلز ميكس أهو، سيلز ميكس ريشيو عندي الـ A 60%، طبعا الـ B هتبقى 40% لو هو ما قالش. ماشي، فاضل لي كمان يبقى كتر خيرك لو عرفت تجيب لي او تديني جاهز الـ O contribution margin ratio. احنا في الميكس دايما شغالين ايه بالراتيو عشان العملية بتبقى عملية نسبية. طب الـ O contribution margin ratio تعال نشوف مديني الداتا بتاعته ولا لأ. بيقول لي the variable cost as a percentage of sales is 55 for A and 80 for B. لا استنى، ده هو اداني اداني variable cost ratio لـ A والـ B، قال لي A كانت 55 وB كانت 80%. ايوه بس انا عايز الكونتريبيوشن مارجن ريشيو بتاعت كل واحد على الاقل، لان حتى لو عندي الكونتريبيوشن مارجن ريشيو اعرف ساعتها احوله الاو كونتريبيوشن مارجن ريشيو بان انا اضربها في السيلز ميكس. طب ما انت عارف ان الكونتريبيوشن مارجن ريشيو الكومبلمنتري بتاعت الفاريبل كوست ريشيو. خلاص، يبقى دي ايه اللي كان في الفاريبل كوست 55 يبقى في الكونتريبيوشن مارجن 45، وبي اللي كان في الفاريبل كوست 80 يبقى في الكونتريبيوشن مارجن 20. خلاص، شايف بقى حضرتك الاتنين دول، الاي هضربه في الاي سيلز ميكس ريشيو، والبي هضربه في البي سيلز ميكس ريشيو، كده بقى انا حسبت الاو كونتريبيوشن مارجن ريشيو اللي هي هتبقى عبارة عن ايه بقى. يلا، هتبقى ال 45% بتاعت ايه هضربها في الوزن النسبي بتاعه 60% وزائد بالنسبة لبي كان 20% هضربه في الوزن النسبي بتاعه 40%. لو حسبنا الكلام ده تعالوا نحسبها سوا، برضه اوريكم بكتبها ازاي اهو. طب كده اهو ماشي، يلا 45 في 60% طلعت A 27%، هيساهم معايا في ده في 27%، وB 20% في 40%، ده هيساهم لوحده في 8%. طبعا 8% و27% 35%. الحمد لله جبنا الـ O contribution margin ratio. مديني بقى التوتال فيكسد كوست كمان ب 140,000. انت عايز ايه بقى؟ بيقول لي وات از اليكس كامباني بريك ايفن بوينت ان سيلز دولارز. قوي قوي قوي، عشان اجيبها البريك ايفن بوينت ان سيلز دولارز انا متعود باخد الفيكسد كوست ال 140,000 واقسم على الـ او سي ام ريشيو. او زعق في الاو كده عشان انت عندك هنا ميني برودكتس، يبقى 35% اللي انا مجهزها لو حسبنا الكلام ده هيطلع ادي 140,000 على 35% على 35% طلعت 400,000.
اهو لو كان طالب مني الشير بتاع ايه والشير بتاع بي كنت هضرب ال 400 الف فرق 60 و40% عشان اعرف كل واحد نصيبه كام. بس هو مش طالب الشير، امال طالب مني ايه؟ بيقول لي if total sales of the two products becomes 600,000 and the sales mix remain the same, what will be the company's net operating income؟ أوي أوي أوي. عشان اعرف النت اوبريتنج انكم انا متعود طبعا البريك ايفن هنا او قبليها هو الاوفر اول بريك ايفن، ها او ما تنساش الاو دي عند كل الرولز. يلا انا متعود اجيب النت اوبريتنج انكم بان انا اخد السيلز نفسها اللي هي 600,000 واشيل منها الاو بي اي اللي هو البريك ايفن بوينت اللي انا لسه حاسبه وكان عامل 400,000 اهو ناقص 400,000 والفرق اروح جاي ضربه في الـ OCM ratio اللي هي الـ overall contribution margin ratio اللي كانت عاملة 35% لو حسبت الكلام ده هيطلع 200,000 في 35% هتديني 70,000 جنيه. يبقى دي مسألة سهلة قوي على السيلز ميكس، مجرد بس بتخليك تحسب الـ O contribution margin ratio بطريقة مش محتاج فيها income statement. دي الفكرة بتاعت المسألة.